طيب يا جدعان الصوت بقى. بص بعد اذنك، المره اللي فاتت لما كان عندي وهم بالمنظر ده تمام، ده كان بيبقى عنده ماجنتيك فيلد في الناحيتين صح؟ ولو كان عندي وهم كده كان بيبقى فيه ماجنتيك فيلد ما بينهم وبراهم. ليه؟ عشان الكونسنتريشن بتاع الماجنتيك فيلد هنا وهنا. حد عنده اعتراض؟ طيب المره دي الراجل وهو بيلعب كده جرب يعمل الواير بالمنظر ده، لف الواير دول كده كانهم اتنين واير صح ولا مش صح؟ ليه؟ عشان الكرنت هنا طالع، انما الكرنت هنا ايه؟ نازل. لما بتلف حاجه في هيئه سيركل كل الايفكت بتاعها بيبقى كونسنتريتد تو ذا سنتر، زي الاكس الجرافيتي كونسنتريتد لفين؟ للسنتر. عارف الاكس دي لو مفقوده هيبقى في جرافيتي في الناحيتين صح؟ فأي حاجة بتلفها في هيئة سيركل هو بيبقى فيه بره، بس حاجة لا تسكر يعني حاجة ضعيفة جدا. هو لما لف الواير ده كده بقى الواير ده كله، دول مش وايرين، دول واير واحد في الأصل، بقى الواير ده كله الماجنتيك افكت بتاعه كونسنتريتد لفين؟ في السنتر. في بره بس جوه أكتر بكتير. طيب قابلته مشكلة إن هنا الماجنتيك فيلد داخل صح؟ هنا صباعي ده مش هيبقى كده، هيبقى كده هنا، وهيجي هنا يبقى كده. هو احنا في الواير المره اللي فاتت كنا بنفرق صباعنا ولا كان هو واحد مع كله؟ فباظت الدنيا معانا عشان حاجه ما بقتش هي هي اصلا. فابتدى قال لك خلاص كل اللي درسناه في الواير باظ، وخصوصا ان حصل حاجه تانية بقى اهم من ده. ده لو عنده ماجنتيك فيلد كده ده طالع صح؟ فيبقى هنا داخله كده وهنا خارجه. حد عنده اعتراض على الكلام دوت؟ طيب هنا لو عندي ماجنتيك فيلد كده مش ده نازل؟ يعني هنا داخل صح؟ وهنا يعني هنا كان اكس وهنا كان اس. بس خد بالك بقى دول اتنين ماجنتيك فيلد نفس البولاريتي، يحصل بينهم ايه؟ ريبالشن ولا اتراكشن؟ كان ده نورث وده نورث، ما هو الاثنين نفس الاتجاه صح؟ فابتدوا يأثروا على بعض ان هم بيحاولوا يبعدوا عن بعض تاني من الاول. انا كنت الواير لفيته في هيئه سيركل فلقيت ان هنا الماجنتيك فيلد الكرنت طالع وهنا الكرنت نازل. فالكرنت ده الايفكت بتاع الماجنتيك فيلد اللي هو الداخل وهنا هو خارج. انا هو الماجنتيك فيلد داخل وهنا هو خارج. فدول بقى كان عندي اثنين ماجنت كده، ده كده وده كده، بس ده نورث ونورث. ابتدى يحصل بينهم ريبالشن. فابتدى لما يحصل ريبالشن شكل الماجنتيك فيلد يعمل ازاي؟ ادي ده الكويل خلاص، ما ده ما بقاش واير بقى كويل. ابتدى يعمل كده هما لازم يحتفظوا بنفس السنتر صح؟ عارف هما احتفظوا بنفس السنتر بس اتبعجروا كده شويه، بقى شكلهم بدل ما هما سيركلز بقوا اوفال شيبد. انت عارف الدايره لما تضغطها بتبقى شكلها عامل ازاي؟ اوفن. هي اتضغطت بس عشان بعدك كده سيركل. فاول سؤال يسالوني طبعا كده، ده ما بقاش ستريت واير، ده بقى ماجنتيك فيلد ديو تو كارنت باسز ثرو سيركلر كويل. بيعدي فين؟ في سيركلر كويل، الدايره كده. الواير ده لما لفته كده بقى سيركلر كويل. حلو جدا. اول حاجه بيسال عليها نفس الاسئله الثانيه، ايه هو الشيب؟ لان الشيب اختلف صح؟ ده مش كده بس، هو مش المفروض في فلكس ثانيه هنا؟ في فلكس ثانيه هنا يعني هيكملوا دوائر يعني. بس الريبالشن جوه عند السنتر عامل ازاي بقى؟ قوي ولا ضعيف؟ ده قوي جدا. عارف الريبالشن ده خلى ايه اللي يحصل؟ اخر الدايره دي عملت كده. عارف لما يبقى عندك نورث ونورث وتحاول تقربهم لبعض يبعدوا، تقربهم يبعدوا، لو قربتهم بالعافيه ايه اللي بيحصل؟ تلاقيهم عملوا كده صح؟ تقربهم قوي قوي تلاقيهم عملوا كده منك. هو ده اللي حصل هنا. فبقى شكل الماجنتيك فيلد هنا لاينز انما هنا اوفال شيب. هل كده شكل الماجنتيك فيلد بقى يونيفورم؟ هل كله دواير او كله لاينز؟ فالشيب اختلف خالص. فالشيب بقى هنا بالذات في السيركلر كوين لازم تقول لي اول حاجه في الشيب ان هم at the center they are parallel lines اللي هم دول بسبب الريبالشن القوي.
طيب تاني حاجة at the end of the coin they are oval shaped. اللي انا اقصده هنا عند اخر الكوين شكلهم بقى عامل ازاي؟ اوفر شيب. طبعا انت مش عليك اي سبب ليه المنهج هنا سطحي قوي في الاسباب بصراحه، ما عليكش ده ليه خالص. طيب سي هكتب ان كده الفلكس ديفر فروم 1 بوينت تو انذر، كده الفلكس بتتغير من نقطه للايه؟ للثانيه، عشان هنا اهوت خطوط انما هنا اهوت. طب انا كده هحسب فين بقى الواير؟ كنت بقدر احسب عند اي ديستانس من الواير صح؟ هنا الدنيا مختلفه، فالمنهج عشان يسهل عليك قال لك كل حساباتي هتبقى عند السنتر، ما بيحسبش عند اي نقطه تاني في الكويل. طب ليه؟ عشان الحسابات مش تبقى هي هي صح؟ واقوى نقطه للماجنت فين؟ في السنتر. اللي زياد بقى بيقوله صح بس في حاله واحده، لما انا اقول لك عايز الماكسيمم فلوكس ساعتها عمرها ما تتغير. ليه بقى؟ لو انا عندي ماجنت كده فاعلى فلوكس دي هو اخر واحد صح؟ الماجنت ده قوته لحد هنا، مهما غير اي حاجه هل ده يتغير؟ انا ما ابتديتش ان هي ماكسيمم فلوكس بس. ايه؟ لا خدتها. اقول لك ليه خدتها؟ في قانون دوت الفاي ايكوال بي اي ساين زيتا صح؟ امتى تبقى الفاي ماكسيموم؟ بوم يعني لما يبقى برمنديكولار وابعد نقطه عنه. لو رجعت للحصه اللي فاتت هتلاقيني بقول لك ان لما بيقيس قوه الماجنت بيقيسها فين؟ عند ابعد نقطه من الكويل او ابعد نقطه من الماجنت. ليه؟ عشان دي بالنسبه لهم اقوى حاجه، اقوى تاثير للماجنت على المسمار. فناقص في الكلام عشان يبقى اجابتك صح، اللي انت بتقوله كله صح، ناقص كلمة ماكسيموم. ما تقولش ماكسيموم بس حاجة تانية. لا أنا بص أفهمك على حاجة بس. حضرتك كنت قلت المرة اللي فاتت إن كل واحدة بتأكد أزا ماجنت تاني بالظبط. كأنك بتسأل عن ماجنت اللي بالظبط كده بالظبط بالظبط. هو ده اللي أنا بحاول أفهمه لزياد، هو اللي بيقوله صح، الكونسبت اللي عنده فعلا صح، بس ناقص إن هو واخد الكونسبت إن هي على طول ماكسيموم. أيوه أنت ما أنا ما قلتش إن هي ماكسيموم. بس كله ايه؟ مش بروديوس يعني كله لا لا لا, لا, لا طبعا لا طبعا لا طبعا لو انت ما قلتش عند بوينت معينه يبقى كله لا. اقول لك انا قلت عند بوينت معينه ازاي؟ بقول لك المسافات بتتغير بس انا قلت بروديوس ما قلتش عند بوينت دي. ما انا اول الكلام انت ليه خدت نص الجمله التالي؟ اول الكلام بقول لك ان الديستانس اتغير. الكلام عادي انا اتوقع طبيعي جدا لما اتكلم في جمله. طب بلاش حاجه ثانيه اهو حاجه ثانيه. لا ما ينفعش. بص اقول لك على حاجه بس انت عارف يا جدعان بس انا بدل ما اثبتش ان الحاجه دي ثابته تبقى مش ثابته في السؤال. وخد بالك ده احنا عندنا كل جينيشنز كده لازم يقول لك ان الحاجه الثالثه ثابته عشان احدد عليها يبقى ايه ان الساين ثيتا ب 90 ايه لا بديك لك ديستانس غير الساين ثيتا ب 90. انا اقصد ان المسافه دي كده لا انت بتعدلها في الحسابات. اقول لك بتعدلها ازاي لما جالك سؤال المسمار مايل او الواير مايل حليته ازاي؟ حليته بي ساين ثيتا. فانت عملت ايه؟ عدلته صح كده؟ لما عدلته المسافه قلت ولا زادت؟ زادت قلت طبعا صح ولا مش صح؟ يبقى انا قللت المسافه اهو. السؤال بيتغير ناقص في سؤال بيتغير. انا فهمت انا زياد عمال اسال ليه؟ بنتكلم على ان الفلوكس دي بونس ثابته، حاجه داخله في الواير ثابته مش لا لا ثابته عند الماكسيمم بوينت. انا مش مثبت البونس. طب خلاص يا حبيبي معلش وانا خلاص بس انا حبيت بس افهمك ان الكونسبت بتاعك صح بس ناقص اتقلب. طيب يا جدعان هو السؤال ابسط من كده عموما. ثلاث ارباع الناس حلت السؤال ان هو ابسط من كده بكتير او مش ثلاث ارباع كل الناس لا حلوا الفاي برضه ابسط من كده. طيب يا جدعان فلازم اقول في الشيب الثلاث نقط. ايه هم الثلاث نقط؟ ان الفلكس هنا لاينز، الفلكس هنا اوفر شيب تمام، والفلكس بتتغير من نقطه للثانيه. حد عنده اعتراض؟ طيب ادي اول سؤال يساله. ثاني سؤال يساله هو الدياجرام فيترسم كده، ولازم في الدياجرام تبين له ان دي اوفر شيب ودي اوفر شيب وفي النص خطوط، لازم تشرح له الشيب كامل بالرسم. طيب
تالت سؤال يسأله وده قال عن بالنسبة له هو الدايركشن. بس معلش ازود سؤال كده ما قلتوش المرة اللي فاتت بس نزود السؤال سؤال عبيط يعني. حاجة اسمها بلين اوف ماجنتيك فيلد تو بلين اوف كارنت. ايوه يعني ايه السؤال ده بقى؟ بالظبط انا عندي ده الكويل دلوقتي عامل كده صح؟ الفلكس في النص قلنا ان هي ايه؟ اكسات. مش دي داخله كده؟ كده البلين بتاع الفلكس على البلين بتاع الكارنت بجانب ولا بيربنديكولار؟ دايما هيبقى بيربنديكولار اصلا. تمام؟ حتى في الواير حتى في الواير حتى في الواير في الواير ازاي؟ الواير كان بيبقى عامل كده صح؟ طالع لفوق كنت بتقول الفلكس هنا داخله صح؟ فالبلين ده اللي هو بتاع الواير بالنسبه للفلكس اللي داخله اللي هي كده دول تو بلينز مالهم؟ بيربنديكولار. فعشان كده كل البلينز اصلا بيربنديكولار. فالبلين هنا هو البلين اوف كارنت بيربنديكولار تو بلين اوف ماجنتيك فيلد. خد بالك انا ماشي بنفس الكونسبت بتاع المره اللي فاتت. المره اللي فاتت شرحت شيب دياجرام بلين وكان رابع سؤال الدايركشن. انا هو بقى عنده مشكله في الستريت واير. الراجل الامبير لما ثبت لي قانون اعمل بيه الدايركشن قال لك ده يشاور على الكارنت ما قالكش ده ينفع يلف صح ولا مش صح. باظ امبير. ليه امبير قال لك ثم بوينت دايركشن اوف ذا كارنت ان الصباع ده يشاور على مين؟ على الكارنت. ما قالكش يلف معاه لان الكارنت ما كانش بيلف. فالدنيا هنا باظت. طيب نعم بتقول ايه؟ مش هعمل كده. ما ينفعش اعمل كده. انا ما ينفعش الراجل يقول لي تشاور بده وانا المره دي هلف كده. ما ينفعش كده. الراجل عمل ايه؟ تمام قال لك خلاص هنعمل قانون تاني ابسط مياه. مش ده كان بيشاور على الكرم ودول بيلفوا مع الماجنتيك فيلد؟ هتعكس هتخلي ده هو الكرم وده هو الايه؟ بس تاني انا كان عندي في الواير تمام ده كده. كنت بتعمل ايه في الواير؟ بتقول لي ده يشاور مع مين؟ كارنت اهو صح. وتعمل لي الماجنتيك فيلد ان هو الداخل وان هو الخارج. طب لو عندي بقى الكويل بالمنظر ده هتعكس ايدك تخلي دول هم اللي يشاوروا مع مين؟ كارنت. فده يلف كده فيبقى الفلوكس هنا فين؟ بس ما ينفعش ايدك عمرها ما تلف كده والصباع ده يبقى بره. لا انا بتكلم اللي هو يعني داخل من هنا ولا من هنا؟ ما عنديش بره. انا بحسب ماجنتيك فيلد فين؟ عند السنتر. تاني يا جدعان مستحيل ده ايدي تعمل كده الصباع ده يبقى بره. مش محدش يقول لي انا عرفت منين ده مستحيل صح؟ هعمل كده الصباع ده يبقى بره. في اي مشكله كده؟ طب معلش ليه سؤال تاني ازوده وثابت شويه. هو احنا قلنا الماجنتيك فيلد الراجل ثبتها في الماجنت تمشي منين لمنين انسايد ذا ماجنت؟ ساوث تو نورث صح ولا مش صح؟ خد بالك بقى يعني لما اعمل ده كده واقول لك صباعي ده داخل ينفع اقول ان الفيس اللي عندي ده هو الساوث والفيس اللي في الظهر هو النورث؟ صح ولا مش صح؟ انا ممكن اسالك على دي عادي هي سابقه شويتين بصراحه دي تشابتر 3 يعني ممكن ابدلهم. مستحيل. ليه؟ ماجنتيك فيلد دي داخله كده وهترجع تاني من بره كده. الراجل اول شابتر اول الشابتر قال لك لو ده ماجنت كده الفلكس دي بتمشي ازاي؟ قال لك بتمشي كده. طب وجوه الماجنت وما ينفعش يغير الكونسبت ده كده ده الماجنت صح؟ هنا جواه ولا براه؟ يبقى تمشي من ساوث لنورث. فبما انها داخله كده يبقى اللي هنا ساوث واللي هنا ايه؟ انت عارف انا ممكن اعمل ايه؟ اقول الصباع ده على طول بيشاور على النورث صح؟ ليه؟ ما هو ده دايما بدايته لنهايته فيبقى بيشاور من ساوث لنورث. طيب يعني دي سابقه شويه في الضهر هو النورث. في الضهر يعني ده لو ده الكويل كده لو ده الكويل كده ايدي فهنا ساوث والناحيه الثانيه ايه؟ والفلكس داخله ما بينها كده على حسب صباعي بالظبط كده. انا نوت في الاكزامبل بتاع اللي انا قلته لك دوت بقول لك ان دي بتلف كده صح؟ فقلت لي صباعي ده داخل كده فعشان يخش كده يبقى هنا ساوث وهنا ايه؟ نورث. فهمت؟ طيب فهنا الدايركشن امره بسيط قوي. كل اللي انت بتعمله بتعكس الواير. الواير كنت بتشاور بده على الكرنت ودول ايه؟ الفلكس. المره دي هتعكس ده كده
هو الكارنت ودول هو الايه فلكس. طب القانون ده ما ينفعش يبقى اسمه امبير رايت هاند. طب امال اسمه ايه بقى؟ اسمه رايت هاند سكرو رول. هو يعني سكرو اصلا يعني مفك او مسمار صح؟ خد بالك بس مستحيل تجيب مسمار تلفه يمين يطلع بره. ليه؟ عشان بتقلب صح. فالراجل ده بيتكلم كلام منطقي قوي اصلا. منك شرحها كده هاخد ازاي دي سبب. قال لك لو دي الازازه تمام ضغط اهو دلوقتي الكارنت بيلف يمين صح؟ هل ينفع تلف ده الغطا ده يمين يطلع بره؟ مستحيل صح. فلو لفيت حاجه يمين تربط فتخش جوه. طب لو لفيتها شمال تفك فتطلع بره تمام. بس انت بقى ما تعملهاش بالمسمار، المسمار ده هتلخبطك. هي بايدي دول هم الكرنت وده هو الايه الفلكس تمام. اصلا القانون ده ما بحبوش، القانون ده صعب عليا نطقه ما علينا. بص كده يا جدعان ركز معايا بعد اذنك. قال لك ايه بقى؟ قال لك imagine your right hand is a screw. تخيل ايدك اليمين كانها ايه مسمار تمام. such that خد بالك such that all the fingers except the thumb يعني كل صابع ما عدا الصم rotate with direction of current around the coil while the thumb points to direction of magnetic field. ولازم تحدد هنا حاجة at the center of the coil. ليه؟ عشان اي حاجة عند بوينت تانية ممكن تبقى غيرها. فانا كل حساباتي فين؟ عند السنتر. حد عنده اعتراض؟ طيب خامس سؤال بيسأل، خامس سؤال في الواير هو القانون. هنا مش طبيعي ان ده هو هو الواير صح؟ فبرضو البي تبقى ايكوال ميو اي، هي هيها بالظبط. بس انا ليا سؤال هنا بقى، فارق معايا المسافه اللي جوه ولا البريمتر اللي بره؟ لو سيركمفرنس فارق معايا انا بقى الدايمتر مش السيركمفرنس، لان انا بتكلم اي حاجه بنسيبها لمين؟ للسنتر صح. فيعني هو بدل ما بيكتب 2 باي دي لا بيكتب ايه بقى؟ دايمتر. الدنيا اتلخبطت، دي ودي، واحده دايمتر والثانيه ديستانس. الراجل طلع محترم قوي راح كاتبها 2 ار. ايه 2 ار؟ عشان يبعد عن حرف الدي الثاني، ما يكتبهاش دايمتر تتلخبط بينها وبين ديستانس. حاضر. انا دلوقتي بحسب الماجنتيك فيلد كله ان هو كونسنتريتد تو ذا سنتر، فانا يهمني الحته دي ودي. ما هو الواير ده سيمتري اهوت، فعنده ماجنتيك فيلد هنا وماجنتيك فيلد هنا، تقسيمهم الاثنين كانه ريدياس وريدياس اللي هم 2 ار اللي هو دايمتر. طيب استنى ليا سؤال بقى، لو انا جبت واير، حد معاه سلك سماعه شاحن اي حاجه؟ حد طيب اي سلك معاك يا حنين؟ خلاص اهو اهو اصلا احسن مش هقطعه ما خفيش. بص كده بعد اذنك، انا بقول لك ان انا عملت الكويل ده كده زي اللي هو حوالين ايدي دوت، وعمال احسب الماجنتيك فيلد كله عليه صح؟ ايه اللي يفرق لو لفيت ده لفه تاني؟ يعني كده بقى كاني كاني بقى عندي 2 ماجنت. طب لو لفيته لفه تانيه رابعه، طب انا كده بحسب البي بتاع الكام كويل؟ 1 صح؟ طب لو اكتر من لو هما 2 اضرب ده في 2، طب لو هما 3 وهكذا صح؟ راح الراجل معمم القانون وخلاها ميو اي ان. ال ان نمبر اوف سايكلز بتاعت الكويل، عدد اللفات اللي انت لفيتها للكويل.
ايه؟ مع التجربه اللي هي ايه؟ اللي بيضاعف في الرول. لا لا الاي ثابته، الاي انا معديها من البطاريه صح؟ ملهاش دعوه انا اهوت، انا ان دي ان انا بتني الكوين بعمله كونسنتريتد اكتر. نفس الاكزامبل بتاع ان انا جبت ماجنت حطيت عليه مسمار، فالمسمار ده بقى ايه؟ والمسمار اللي بعده وانا دوت عملت الكويلز كتير بقى كانهم ماجنتس كتير. حد عنده اعتراض لحد دوت؟ فالقانون بتاعه البي كويل هي ميو اي ان على 2 ار. حد هنا في مشكله؟ طيب هنقعد بقى نلعب معاها لعبه دنيئه كده من السنين اللي فاتت. بيخبي مني الان، ما هو ان هوت الاي لازم يدهاني والريدياس لازم يدهاني، يخبي بقى مني الان. اول لعبه دي المفروض ان هي لعبه سهله، يقول لك ايه رينج؟ يعني ايه رينج؟ يعني الان هون تقعد تدور على الان ساعه عشان انت ما بتعرفش السؤال، وقايل لك ان هي ايه؟ رينج. ولو ما قالش ان هي رينج اوعى حد يعملها بونج، مستحيل تبقى بونج. طيب تاني لعبه يلعبها معايا، يقول لي انا عندي كويل بالمنظر ده، ده كده كام كويل ده؟ واحد يقول لي بس دي باينه، طب لو عملته كده؟ لا احنا كده هنهزر، لازم اعمل لها قانون. انت جبت منين ان دي 3 ارباع؟ شكلها باين، لا بس هي لها قانون. هي مش دي 90؟ اللفه كلها كام؟ معنى كده ان الحته دي كام؟ يبقى انت جبت ال ان سيتا على 360، بس اني سيتا اللي اتلفت صح؟ 270 على 360 دي 3 ارباع، ده اللي انتوا قلتوه لي. فلما يديك ارك او حته من كويل تقدر تجيب ال ان بتاعتها ازاي؟ السيتا لازم تديني سيتا طبعا، السيتا اللي اتلفت على 360. يوم هو مشتغلك عامل لك ازاي بقى؟ يقول لك والله انا عندي حاجه بالمنظر ده دي 30. لا اوعى حد ياخد ال 30. اعرف منين بقى؟ مش دي بدايه اللفه؟ امشي معاها لحد الاخر. طب الحته اللي جوه دي بكام؟ 360 ماينس 30. تمام؟ ادي تاني لعبه، دي مش صعبه. طيب تالت لعبه بقى هي دي اللي محترمه الحقيقه، دي اللي انا بحبها. الامتحان الجاي اربع اسئله مش مديك الان وانت عاملهم بوان. والاربع اسئله هيطلعوا بالاختيارات بوان. تيجي تقول لي ما انت ما قلتش لا كويل مش يعني واحد. انا بقول اهو كويل، بقول اهو بحدد كويل مش يعني الان ب1. امتى تبقى الان ب1 صريحه؟ لما يقول لي هو لازم اركبها الا من ديت، لان من الحاله الثالثه. هقول لك بقى الحاله الثالثه دي ازاي. رينج يعني الان ب1. بص بقى الحاله الثالثه وركز معايا، لان دي من اولى ثانوي تمام، هي مش صعبه بس يعني ممكن تبقى ناسينا. لو انا عندي حاجه لف الدايره كده تمام، ازاي اقدر اجيب اللينس بتاع الواير ده؟ السيركمفرنس صح. حتى كنت بتقول لي ايه؟ بتقول لي ديستانس ايكوال 2 باي ار صح؟ لا بس معلش 2 باي ار ان ال ان افرد لف كذا مره صح؟ فالديستانس بتاعت اي سيركلر باث كنت بتجيبها 2 باي ار في عدد اللفات. حد عنده اعتراض؟ حلو. المره دي بس بدل ما هكتبها ديستانس، اصل ده مش حد بيمشي، ده الواير صح؟ فهكتبها لينس الواير اللي هي كان حد مشي، بس ده مش حد مشي يعني. فهكتب هنا ان دي لينس الواير اللي هي المسافه اللي مشيها الواير 2 باي ار ان. لو عايز ان بقى في ناحيه لوحدها تبقى ايكوال ايه؟ لينس الواير على 2 باي ار كويل صح؟ ويبقى ده قانون الان الثالث لو ما ادانيش الان، طبعا لازم يديني لينس الواير. هو لسه في سؤال ها؟ هو في القانون اللي عندك اللي هو ميو اي ان 2 ار ده، لو قال لي مثلا ان هو ده مش لفه واحده، لفتين، الار دي اخليها فول ار؟ لا لفتين بنفس الريديس. نفس الريديس بس هو يعني عمال اكرر لفات على نفس الصوابع. بص يا بيه دي كده لف على اربع صوابع صح؟ لو لفتين، لو ثلاث لفات الريديس بتاعهم كلهم واحد تمام؟ هي الان بس اللي بتزيد. طيب ركز معايا بعد اذنك، فده لو خبى مني الان. طيب الناس
بتيجي في الامتحان الجاي والامتحان شابتر 2 تغلط في قانون الان ده حتى لو افتكرت ان هي مش بون بحاجه. انا بدي لك في المساله 2 جيفن، ريدياس الواير وريدياس الكويل، فانت بتبقى محتار احط هنا ريدياس الواير ولا ريدياس الكويل. هو ايه ريدياس الواير؟ دي الدايره صح؟ فين ريدياس الواير؟ اوعى تقول لي دي السكنس بتاع الواير نفسه. ده ماله بالموضوع ده؟ ده ماله بالموضوع؟ ماله بقانون الهنا؟ تمام؟ فيا جدعان لو سمحت انا مش كاتب ان دي لينس الواير ودي ار كويل هباء. لازم تحفظ القانون كامل كده، لازم تحفظ القانون كامل كده ان فوق لينس واير وتحت ار كويل مش ار واير. عارف ليه؟ بس خلينا نوصل لها. المهم ده القانون وده كمان الفاكتورز، وده كمان الفاكتورز. هنا بقى انا ما رضيتش اكتب المره اللي فاتت تمام، وده كمان الفاكتورز اللي بتاثر على القانون. طبيعي جدا كل ما الدايره دي الماجنت يبقى اقوى ولا اضعف؟ عشان كونسنتريتد اكتر، صح ولا مش صح؟ واكيد كل ما زود الاي البي تزيد. طب وكل ما زود عدد اللفات ما انا بعمل ماجنتس اكتر، صح؟ فقوه الماجنت تزيد. فهي دي الفاكتورز. هنا بقى مهم قوي يقدر يغير لي الميول. هنا سهله قوي. ليه بقى؟ دي الدوائر بينهم هوا، صح؟ او انا جايب اير الكور زي دول كده وحطهم هنا كده، بقى بينهم ايه؟ هل هيبقى قوه الماجنتيزم هي هي؟ اعلى طبعا، صح ولا مش صح؟ فالميول تفرق هنا قوي. طيب لحد هنا المفروض ان انا خلصت الكويل تمام، بس ما خلصتش الدكس، ناقص حته صغيره تمام. ايه مش مفهوم؟ خلينا عيد من الاول تاني سريعا تمام، عشان في حاجات هتسقطها بالذات في النظري. خلينا عيد النظري سريعا. انا قلت الدكس ده اسهل قوي في المسائل. واير نفضلها ولا حاجه؟ ده حاجه انا بتكلم في القانون ده بس. السؤال ده خديج عامه لما بديك ار الواير عشان بيخبي مني الار، واحد يقول لي طب انا هستعمل الار بتاعت الواير في ايه؟ عشان مخبي مني الار. طب واعمل ايه؟ ما انا هروح اجيب الار ريسستيفيتي في لينس على اريا. هنا بقى بتختلف يا شباب، ركز معايا عشان الحته دي مهمه. القانون بتاع ار ريسستيفيتي في لينس على اريا دي ممكن اخليها باي ار سكوير، صح؟ بس دي بقى اني ار دي بتاعت الواير، ودي طبعا بتاعت الواير، انما القانون اللي هو دي اني ار، عشان كده بدي لك الاثنين. هو لما نجيب لي الار بتاعت الكوين والار بتاعت الواير اعملهم بلس؟ لا مش كده، تبقى حاجه لا تذكر، ما بتفرقش، المفروض تعمليهم بلس فعلا. بس الار بتاعت الواير بتبقى مثلا ايه؟ 1 في 10 نيجاتيف 6 متر، مش هتبقى حاجه في الاجابه تمام؟ فما تعملهاش. اني حته؟ لا دي مش حته، ده من الشابتر 1. الار بتاعت الواير يبقى اكيد حاجه الواير بس. طيب يا جدعان بعد اذنك تاني من الاول سريعا، انا قلت ان الراجل ده جاب الواير لفه كده في هيئه كويل، فالكويل ده اسمه سيركلر كويل تمام. الاختلاف ان هو اللي بقى فيه ماجنتيك فيلد هنا وماجنتيك فيلد هنا، الاثنين دول كونسنتريتد في النص، الاثنين دول دايما في النص هيبقى اتجاههم واحد تمام. طب دول عملوا ايه في بعض؟ حصل بينهم ريبالشن فخلاهم يبعدوا عن بعض شويه فغير الشيب بتاع الماجنتيك فيلد. ايه؟ ما كنتش بتكلم على ريبالشن وما اتجاهش، بس هو كان بيحصل كده. كنتش برسم دواير، كنت بقول لك حط اكس ودوت، صح؟ هنا انا بقول لك سببها ايه، بس طبعا كان بيحصل ريبالشن. احنا اصلا هناخد في ليسونز دي بقى الريبالشن بس واحده واحده تمام؟ طيب فجيت دلوقتي في الشيب قلت لك بسبب الريبالشن دوت دول انحرفوا ما كملوش خطوط فبقوا ستريت لاينز. تمام؟ عند بي ات ذا اند اوف ذا كوين دول بقى اوفل شيب ما بقوش سيركلز. تمام؟ وبعد كده الفلكس بتختلف من نقطه لنقطه. حد عنده اعتراض؟ انا حساباتي كلها هتبقى فين بما ان الفلكس بتختلف من نقطه لنقطه عند السيركلز. حد عنده اعتراض؟ طيب جينا للبلين وقلت لك ان ده الكرنت عامل كده والماجنتيك فيلد داخل كده فدول بيربنديكولار على بعض. نيجي للدايركشن،
بتحدد برايت هاند سكرو. ايه رايت هاند سكرو؟ ان انت بتقلب ايدك دول بيبقوا الكرنت وده بيبقى مين؟ الفلكس. حلو جدا. خامس حاجه القانون وبتلك ميو اي ان على 2 ار. تمام. والفاكتورز بتيجي من القانون عادي. لو خبى مني الان ما اجيبها كده. حد عنده اعتراض لحد هنا؟ طيب عايز امسح البورد واكتب كيسز زي بتاعت الواير كان ده مكتوب عندك في البوكل بنفس الترتيب. خلاص بنفس الترتيب بالظبط. خلاص يا ابو غريب؟ خلاص يا ابو غريب؟ طيب فهما عموما يا شباب في امتحان الفاينل بيحبوا الكويل ازيد من الواير شويه، بيجيبوا الكويل ازيد من الواير حبتين. فبقى هنا ده مصلحه الكويل اسهل اصلا. انت عارف الدرس الثاني ما فيهوش اي حاجه صعبه الا الاسئله اللي فيها ماث اللي بيشيل مني الارقام. تمام يا جدعان ليسون 2 كل الاسئله اللي فيها ارقام هتحلها. الاسئله بقى اللي ما فيهاش ارقام هي دي في الاغلب اللي ما بتعرفش تحلها. بس انا عندي حل. لما اقول لك مثلا ان هي اي و2 ار وار و2 ار انت اعمل ايه؟ اعتبر ان كل اي بواحد وكل ار بواحد، اي فاريبل بواحد، وحل عادي هتطلع. تاني يديني مثلا 2 كويلز، الاولانيه جيجز بتاعها ار والثانيه جيجز بتاعها 2 ار، والاولانيه الكرنت بتاعها اي والثانيه الكرنت بتاعها 2 اي، ويطلب مني حاجه. انت اعمل ايه؟ اعتبر ان الاي الواحده بواحد والار الواحده بواحد وحلها عادي. يعني خليها بارقام. هو ده الصعب اصلا في الليسون ده. طيب اول حاجه خالص تمام ان يبقى 1 سيركل كويل. طبعا انا الجنرال لول عندي ان البي ايكوال ميو ان اي على 2 ار. يقسم لي كويل كده ويقول لي والله انا عندي الكرنت اللي ماشي كده 2 امبير والريديوس ده 5 سنتيمتر. احسب لي البي بتاعت الكويل. طيب هناك كنت بقول لك لازم يبقى معاك 2 جيفن اي ودي، صح؟ هنا لازم يبقى معاك 3 حاجات ان، ولازم هو يقولها لك سي ان هو قايل لك ان الان دي 100، فلازم يبقى معاك الاي اللي هي 2 امبير والان اللي هي 100 والريديوس اللي هو 5 في 10 نيجاتيف 2. وعوض عادي خالص يبقى ال بي ايكوال 4 باي باي 10 نيجاتيف 7 اي اللي هي 2 في ان اللي هي 100 على 2 في ريديوس اللي هو 5 في 10 نيجاتيف 2. خلص. بس هو لما ما يدينيش الميو انا هقدر اه اه اي بالظبط. لازم ايه؟ ده لك الان ال 100. لا انا بقى عرفت ليه بقى ما قدرتش افك الثانيه بالظبط. هنا الباي مش هيطير عشان كده ما قدرتش افك بتاعت الواير وخليها تو في 10 نيجاتيف 7. طيب ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه اف تو كويلز سيم دايركشن يعني ايه؟ يعني انا عندي كويل كده وعندي كويل تاني كده. تمام. انا مش عارف بلس ولا ماينس، اللي بالاسود ده عامل كده صح؟ فيبقى داخل ادي اكس. طب واللي بالازرق عامل كده فبرضه ماله؟ داخل صح؟ فيبقى ده كمان اكس. دول زي بعض ولا عكس بعض؟ زي بعض. فيبقى بي توتال اللي هي بي 1 بلس بي 2. يعني ايه؟ يعني ميو ان 1 اي 1 على 2 ار 1 بلس ميو ان 2 اي 2 على 2 ار 2. حد عنده اعتراض؟ طيب لو هو الاكزامبل في ايه اللي عنده ده صح؟ لو هو الاكزامبل اهوت اف تو كويلز ار ان اوبوزيت دايركشن. لو عندي 2 كويل بس اوبوزيت ده ايوه يعني ايه؟ يعني يعني ده عامل كده واللي جوه عامل كده. انا مش عارف هنا قلت الدايركشن اسهل من الواير بكتير. ده بيلف كده صح؟ فيبقى ده داخل اهو. تعالى بقى للتاني. ده بيلف كده فيبقى صباعي ده خارج صح؟ فيبقى ده دول.
دول زي بعض ولا عكس بعض؟ حلو. فيبقى بي توتال هي بي 1 ماينس اي في ابسولوت فاليو. في سؤال هنا بقى، في سؤال هنا مهم قوي، التوتال دايركشن يبقى داخل ولا خارج؟ كبير. مش مع السيركل الكبيره، مع البي الكبيره. ما هو افرض الاثنين نفس الاي، يبقى مع جيجس الصغير. صح ولا مش صح؟ ركز معايا بس، ركز معايا. if two currents are equal، لو الاثنين current equal، so the total direction of flux will be with smaller radius. ليه؟ بالظبط. smaller radius يعني greater b. فاللي عنده radius صغير عنده b كبيرة. طب لو الايات بقى مش زي بعض، هتضطر تحسب ال b دي. لو الايات يعني دي اي ودي 10 اي، هتضطر تحسب ال b دي وال b دي والدايركشن يبقى مع مين؟ مع ال b الكبيرة، مش مع الدايرة الكبيرة، مع اللي عندها b كبيرة. طيب ده لو هما الاثنين اوبوزيت. ركز معايا بقى، اللي جاي هما اللي بيحبوه. ليه؟ عشان يبقى جاب الدرسين. يقول لك انا عندي واير كده وعندي كويل كده، مبدئيا بس في حاجه احنا اتفقنا اتفاق، اي كويل لازم حساباتي تبقى فين؟ فانا هخلي الواير عند السنتر، يعني ماليش دعوه الواير فيه جوه، مش عايز كده. انا حساباتي حتى بتاعت الواير هتبقى فين؟ واحده 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 واحده. الحته دي مهمه قوي. ده السنتر، تعال نجيب الدايركشن بتاع الواير عند السنتر. الصباع ده في الواير هو اللي بيشاور على الكارنت، فده كده صح؟ فيبقى ده ايه؟ صح. ده بقى بيلف كده، فده كمان ايه؟ واحد يقول لي هو الكارنت عكس بعضه والفلكس زي بعضها؟ هو الكارنت اصلا مش عكس بعضه، كارنت الهوت زي بعض اصلا. انا ما بشوفش البعيد، انا بشوف من ناحيه الواير. فديت هتبقى بي توتال بتاعتهم هي بي واير بلس بي كويل. ركز معايا بقى الحته دي عشان لبست فيها قبل كده، انا لبست فيها وكنت اشيل ذنب حد، فالحمد لله طلع الغلط مش مني. بص كده، دي ديستنس غلط، انا بحسب لحد فين؟ ودي ريديوس. فلا بالظبط كده، فلما اجي احسب النوت هتبقى نيو اي واير على 2 باي ديستانس بلس ريديوس بلس نيو ان اي كويل على 2 ريديوس. صح. ده لو واير اند كويل ار ان سيم دايركشن. طيب بص كده، نفس الاكزامبل بالظبط، بس ده عامل كده تمام وده عامل كده. تعال نحدد الدايركشن بتاع الواير لوحده وبتاع الكويل لوحده، ده طالع صح. فيبقى هنا ايه؟ تعال بقى اللي بالازرق، ده عامل كده فيبقى خارج. يا جدعان دول عكس بعض ولا زي بعض؟ فهتبقى بي توتال هي بي واير ماينس بي كويل، طبعا في ابسولوت فاليو صح. دي ديستانس وده ريديوس، فديت هتبقى ميو اي واير على 2 باي ديستانس بلس ريديوس ماينس ميو ان اي كويل على 2 اي. انا دايما بشرح كده، وجات في امتحان 21 واير اند كويل ار ان اوبوزيت دايركشن. بنت من الناس الشاطره جدا اللي كانوا معايا طلعت من الامتحان السؤال ده جه، كنا شارحينه في الفاينل ريفيجن، انا طبيعي بشرح في الفاينل ريفيجن كل حاجه، شرحناه والاكزامبل جه تاني يوم الصبح. بنت قالت لي الموضوع كان بسيط خالص، عملت كده وطلع الانسر اخترتها، بس لما طلعت لقيت زمايلي اللي بيقولوا ان دي مش كده. انا اصلا لما حد شاطر بيقول لي كده بتبقى مصيبه، لان الامتحان غلط بالنسبه لي
تمام؟ لإلا في مصيبة حصل. ترى ليه بس قلت القانون كان ميو اي على واير على 2 باي ديستانس بلس ريديوس ايكوال ميو ان اي بلس ماينس ادي ميو ان اي على 2 ار. عملت كده طلعت الاجابه في الاختيارات اخترتها الامتحان. المشكله ايه؟ نزل مودل انسر بان اجابتها غلط مع ان عامله كل حاجه صح. انا شكيت ان انا اتلخبطت وانا بشرح من كتر انا عارف ان هي شاطره. طلع ايه بقى؟ طلع انها مغفله. كان مديها في الامتحان قايل لها دي وهي عامله الديستانس بلس ريديوس بمبدا القانون اللي انا عامله. الحمد لله طلع مش مني. يا شباب دي ما تبقاش ديستانس بلس ريديوس على طول. دي على حسب هو مديني ايه. ديستانس بلس ريديوس دي في الاكزامبل اللي انا رسمه ده. انما لو مديني المسافه لحد السنتر تبقى ديستانس بلس. سميها انت زي ما تسميها. دي اللي قلت لك انا بجيب منك. تمام؟ طيب أصل أنا على ما اكتشفت أصلاً إن ده كان حوار يعني. طيب يا جدعان بص كده طيب يا جدعان لو سمحت ركز معايا بس بس يقول لي بقى إيه دول سبيشال كيسز دول. سبيشال كيسز دول مش احنا خدنا اخر حاجه في الواير كانت نيوترال بوينت. هنا بس مفيش حاجه اسمها نيوترال بوينت. هنا في حاجه اسمها يقول لي ان البي توتال فانيشد. فانيشد ده يعني ايكوال زيرو. عشان يبقوا بزيرو لازم يبقوا عكس بعض وقد بعض. حد معترض على الكلام دوت؟ ده شيء اساسي. ما ينفعش يبقوا بزيرو غير وهم واحد يقول لي طب ما مستحيل يبقوا عكس بعض وقد بعض. ثواني بس. الا لو التو كويلز متطابقين على بعض تماما يعني عندهم نفس الان ونفس الاي ونفس الفيديوس وعكس بعض. طيب هو بقى ما بيحسبهاش على كويل اصلا. هو بيحسبها على واير كده وكويل كده. والسؤال ده جه في الاربع سنين اللي فاتوا كلهم. جه 2021 و22 و23 و24 ما سابوش ولا امتحان. بس كل امتحان بيغير حاجه. بيغير ايه بقى؟ جه في 21 ادالهم دي كده وقال لهم دي فانيشت. عايز الدايركشن بتاع الكويل يبقى عكسه صح؟ المشكله ان هو كان راسم هنا كده. ده مش عكسه ده معاه. ليه؟ ليه؟ انا بجيب هنا دول ما تغفلش بدي. ده عشان يبقى عكسه لازم يبقى كده صح ولا مش صح؟ ده كان اختيار 21. ايوه كان جايبها في التشويسز. ده كان اختيار 21. دول كده مش زي بعض. دول كده عكس بعض عشان ده لما يلف جنب الواير يبقى عكسه. وقال ان هي فانيشت. اول ما تشوف كلمه فانيشت ممكن انسى بقى النيوترال بوينت اصلا. حتى في النيوترال بوينت تقدر تعمل كده. ساوي الاولاني بالتاني. بالظبط. مش شرط تحفظ قانون النيوترال بوينت. تمام؟ فيبقى بي واير اللي هي ميو اي واير على 2 باي ديستانس ايكوال ميو ان اي كويل على 2 ريديس صح؟ الميو تارجت وال 2 ايه؟ ايه اللي اتبقى؟ في 21 قال لهم انا عايز الريشيو بتوين اي واير على اي كويل. الناس قعدوا ساعتين بيقولوا السؤال ناقص ديستانس وريديس. هو مش دي المسافة وهي نفس الوقت كريديس. فدول هيطيروا مع بعض. فيبقى ايه متبقى بقى؟ اي واير على باري ايكوال ان اي كويل. وكان قايل لهم ان هي رينج يعني ان بون. فيبقى اي واير على اي كويل ايكوال ايه؟ باري. تمام؟ ف الموضوع بس كنت اعرف اوصل ليه. فالمهم ده القانون. لو هي فانيشد وواير تانجنت تو ا كويل. وساعات يقول لك ان الديستانس ايكوال ريديوس صحيح. طيب في 2022 عكس السؤال. جاب السؤال بالنص بتاع 21. الناس كانوا حافظين السؤال بس كان عايز اي كويل على اي واير.
فمش هتبقى باي. كانت هتبقى وام على باي. تعرف الآلة على عمل ايه؟ جه في 2022 الدور الثاني نفس الامتحان جاب السؤال بالنص وعايزه بقى اي واير على اي كويل. اللي بيبقى صائد ده بيجيب امتحان الدور الاولاني حفظ السؤال دخل جنبه هو كان عكسه. فلو سمحت نعمل السؤال بعد اذنك لو ما فيهاش اساءه ادب. طيب طيب يا شباب بعد اذنك لو سمحت لو سمحت سؤال 23 عمل نفس ده بالظبط بس قال لك ده الواير وبعد الكويل شويه كده بقى في ديستنس. انا لازم ده خلي واحد نعم لا مش هتيجوا طبعا. طيب يا جدعان ولازم طبعا تبقى عارف عشان يفانش لازم يبقى ده عكس ده كده صح. تعالى الدايركشن طبعا يبقى عكس بعض. خد بالك لو دي بس الديستنس يبقى ناقصه ريديوس. انا بريء منك لو قلع على بعض تحط ديستنس بس. طيب دي هتبقى بي واير قد بي كويل تمام فهتبقى ميو اي واير على 2 باي ديستنس بلس ريديوس ايكوال ميو ان اي كويل على 2 ار. اللي بيتم هنا الميو والتو بس ايه اللي هيتبقى بقى اي واير على باي ديستانس بلس ريديوس ايكوال ان اي كويل على ار. هو حد يطير الار دي مع الار دي عشان دي جاب لها بلس. طيب دول اللي هم بتوع النيوترال بوينت. طب لو خبى مني الان بقى اتفقنا ايه فرينج يبقى ال n equal 1. لو حاجة عاملة كده بتبقى ال n سيتا على 360 بس السيتا اللي تلفت تمام. وطبعا ال n هي لينس الواير على 2 باي r الكويل. وكده كل الكويل بكل حاجته خلصت. بس ركز معايا ثواني بس في الحتة الفاضية دي اكتب حاجة. بص كده الواير ده لو جيت قلت لك ان انا عملت الواير دوت اهوت دول خمسه كويل اهم بالمنظر ده صح بقوا كده بالظبط اهو. وقارنت ده ببار ماجنت الكونسنتريشن بتاع الماجنتيك فيلد بتاع الكويل بيبقى جوه صح. ده ينفع اقول اكت از لونج بار ماجنت ليه؟ عشان الحته بتاعتها في مسافه صغيره يبقى ده بيأكت ازا ايه؟ شورت بار ماجنت. طيب الراجل بما انه بيلعب راح بعد دول عن بعض كده خلاهم بعد عن بعض شويه عنده حاجه اختلفت فظيعه ان ده كده ما بقاش اكت ازا شورت بار ماجنت بقى لونج بار ماجنت صح. ثواني بقى ثواني ده لما كان كده كان انا بيهمني كانش بيفرق معايا السيكنس ده قوي صح لان في الاخر هما كونسنتريتد على بعض كان بيهمني الدايمتر اللي هي 2 ار. لما وسعهم عن بعض كده يهمني الدايمتر ولا المسافه دي كلها الاكسس كله؟ طب ما يبقى كل حاجه اتغيرت صح ولا مش صح. فهندرس بقى حاجه جديده اسمها سيلينويد ماجنتيك فيلد ديو تو كارنت باسز ثرو سيلينويد. سيلينويد بالعربي يعني حلزوني. هو ايه الفرق بين الكويل والسيلينويد؟ هو هو بس ده مش متوحين صح. فهاجي اسال النهارده اول سؤال الشيب بتاعه عامل ازاي هكتب ان ده اكت از لونج بار ماجنت. طيب هو في الحقيقه شكله عامل ازاي اصلا اللي هو الدايجرام بقى ده؟ بص كده انا بس هكسب حديده عشان تتخيل هو لافف ازاي. كان دي حديده ايه اللي هو كانت ايدي وانا بلف عليها الواير وادي الواير لف كده مش عارف انتوا متخيلين ولا مش متخيلين الحقيقه. يلا مش مهم
هاخجل كده في الجسم. لا لا ما عنديش حل تاني الحقيقه. بص دي الحديده دي كده تمام، والواير جاي لها كده لافف حواليها كده، بس في بينهم مسافات تمام. ده كده اسمه سيلينويد. طب احدد الدايركشن بتاعه ايه؟ لا ما هو هو الكويل، هو اصلا كويل بس بعد عن بعض. لا لا ممكن نشيل حاجه لازم اديك لان برضه واحده واحده بس. ايه دي نوت نازله كده صح؟ انا عرفت منين هي مش طالعه كده. عشان السلك هنا اختفى. يعني ايه السلك اختفى؟ يعني من ورا الحديد صح؟ واحد يقول لي طب انا هعملها من هنا، براحتك بس السلك ظهر هي هي من هنا او هنا عادي تمام؟ مش السلك هنا اختفى؟ يبقى ايدي نزلت من تحت الحديد ولا طلعت من فوق؟ ده كده الصباع ده هيشاور ازاي؟ كده. فالماجنتيك فيلد بقى عامل كده. تاني يا جدعان بعد اذنك. الاي الصوابع دي. ايوه صح. طب يا شباب ده عامل كده صح؟ ده عامل كده الصباع ده بيشاور فين؟ كده. يبقى الفلكس ماشي كده. زي الكويل، كان كويل عامل كده. وبقول لك ان الكارنت اللي فيه لافف كده. مش هتلف ايدك كده؟ هي هي بالظبط كانه كويل عادي. طيب ركز معايا بس بعد اذنك. يبقى فين الساوث وفين النورس؟ هنا ولا هنا؟ ايوه احنا اتفقنا الصباع ده دايما يشاور على مين؟ فيبقى ده ساوث وده نورس عشان يطبق الكلام بتاع الفاي ان جوه الماجنت الفلكس ماشي منين لمنين؟ من ساوث لنورس. حد عنده اعتراض؟ حلو. يبقى ده الدايجرام. طب نيجي للدايركشن نفس الكلام بيتحدد برايت هاند سكرو رول. بس في حاجه بقى، في حاجه كتاب المدرسه هنا كتب ينفع امبير بس بالعكس. يعني رايت هاند سكرو، ما هو امبير بالعكس اسمه ايه؟ ما اعرفش بصراحه كتبها كده ليه. هو كاتب كده، كاتب ان ينفع فيها امبير بس بالعكس. ما اعرفش ايه السبب عليها. يمكن لو ما فيش في الاختيارات رايت هاند سكرو اختارها امبير، بس ده مستحيل يعني. طيب يا جدعان بعد اذنك، رابع حاجة يسألني عليها هو القانون. هو مش هو هو الكويل بالظبط، أنا ما غيرتش حاجة. فطبيعي إن البي تبقى ميو إن أي. في حاجة بقى دلوقتي، أنا يهمني الحتة دي ولا الحتة دي؟ لا 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 فريش معايا دي قوي، ما أنا باخد تأثير حاجة واحدة تمام. يهمني الدايمتر بتاع الكويل دوت ولا كل المسافة دي اللي هو الأكسس بتاع السيلينويد؟ فدي مش هتبقى 2R، هتبقى لينس سيلينويد. وخد بالك بقى الحته دي مهمه قوي. لينس السيلينويد يختلف عن لينس الواير. ليه؟ اقصر. اقصر طبعا. بص كده بعد اذنك، ده هو لينس الواير صح؟ بص الواير ده بقى لما لفه سيلينويد، ده هو لينس السيلينويد. هل لينس السيلينويد هو لينس الواير؟ اكيد لا. فعشان كده كتبت لينس سيلينويد واكدت عليها. القانون دوت لازم يبقى لينس السيلينويد. طب الان بجيبها ازاي؟ بنفس الطريقه. في بقى سبيشال كيس اهوت الكتاب ما اتكلمش عنها بصراحه، وكتبها في انريتشمنت انفورميشن. اللي عارف ليها معلومات بيكتبها كده، اللي عارف معلومات اسرائيل وسال عليها في امتحان قبل كده. وكان حجته ايه؟ هو انا لما اقول لك معلومات اسرائيل يعني دي معلومات ملغيه؟ مين قال ان انا مش مكرر؟ انا كتبتها ليه يعني؟ فاوت بعض يعني معلومه اكبر منك، ده اللي يقصده. اه بس انت قدها. طيب يا جدعان لو سمحت، فدي مكتوبه في كتاب المدرسه، يبقى ما فيش كمان انجيجمنت انفورميشن. هي موجوده عادي. دي ليها اثبات، اللي حابب يعرفه مش هقوله دلوقتي لان ده اثباته صفحتين مش هكتبه اصلا. هو كتاب المدرسه ما كتبش اصلا الا معلومه عاديه. قال لك ايه بقى؟ قال لك اللي عايز يعرف اثبات عموما ابعته له عادي. If the terms of solenoid are tangent to each other، عارف ده معناه ايه؟ ان هو كان بعده بقى solenoid، قربه ورجعه كويل.
واحد يقول ايه الفرق يعني، بس الكويل عنده نمبر اوف تيرنز مهوله فاكت از لونج بار ماجنت. ايوه يعني سيلينوي مش كويل بالظبط كده، فما ينطبقش عليه، ما ينطبقش على السيلينوي قوانين الكويل في الحاله دي. طب امال ايه بقى؟ قال لك بيبقى الان بتاع السيلينوي في الحاله دي بيبقى لينس السيلينوي على 2 ار الواير من غير باي، وده كانت فين ايه؟ دي كانت ار كويل اصلا، وده كان لينس واير، دي بقت لينس سيلينويد وار واير. السيلينويد ده اللي هو هو مظبوط الطيب بتاعه تمام. اللي عايز يعرف اثبات دي اثبتها له عادي، بس مش دلوقتي عشان هو مظبوط كده. اه واللينس هيبقى في عدد بس هي في الاخر. نعم انا مش هشرحها كقانون ماشي. اه طيب يا جدعان ثواني بص كده بعد اذنك لو سمحت، لو قال لي ان الترنز بتاعت السيلينويد لازقه في بعض المفروض كده يبقى كويل صح؟ طب ليه ما بقاش كويل؟ علشان هما كتير فاكت از لونج بار ماجنت اللي هي ديت تمام. وممكن ازود واحده كمان على الشيب اقول كمان ان هما يونيفورم لاينز ات اكسس اوف سيلينويد، مش هما دول خطوط اهو؟ يعني ممكن ازودها عادي. هو لما الكويل ده الضغط السيلينويد ده الضغط وبقى عنده نمبر اوف تيرنز كتير بس اكت از لونج بار ماجنت ما ينفعش اطبق عليه ده، فراح اعمل له قانون تاني في الحاله دي بس. الان بتاعت السيلينويد عدد اللفات يبقى لين السيلينويد على 2 ار واير. السؤال ده هتشوفه في المعاصر كله مره واحده، مع ان الهومورك ده كبير على فكره، الهومورك ده مش قليل، الهومورك ده 80 سؤال او حاجه و70 سؤال حاجه كده تمام. فالهم كده مش قليل. طيب يا جدعان ركز بس معايا، ده السؤال الرابع والخامس كمان عشان الفاكت. طيب بص كده، لو اديتك جيفن لو سمحت قلت لك نمبر اوف تيرنز بير يونت لينس، هو انا كده مديك ايه؟ لو اديتك جيفن قلت لك نمبر اوف تيرنز بير يونت لينس كده انا مديك ايه؟ لا لا انا كده مديك من هنا ان اوفر ان. المشكله ان انت هنا بتقعد تدور على اللينس ساعه، مش قصدي انت مش محتاجه يا ابني، انا مديهم لك على بعض تضربها في ميو اي على طول، فعشان ما تتلخبطش في الحته دي هسمي دي ان سمول واخلي القانون كده اهو. انا كده عملت ايه؟ لغيت اللمس خالص صح؟ ويبقى القانون كده لو اداني الجيفن ده بتقول القانون ده جنرال بالعادي تمام؟ نمبر اوف تيرنز بير يونت لينس يعني انا مديك ان على ان، فانا شفت الاثنين وخليتهم ان سمول بس. طيب بص كده، لو عندي سيلينويد كده وعندي سيلينويد تاني كده والاثنين سيم دايركشن، هو مش اصلا كويل؟ اكيد هينطبق عليه نفس الدايركشن بتاع الكويل، فدول بيبقوا بي توتال بي سيلينويد 1 بلس بي سيلينويد 2. طب لو كانوا عكس بعض كده اكيد ماينس. بالتالي اهو اكيد دول عكس بعض فهيبقوا ايه؟ ماينس. فهنقعد بي توتال هتبقى بي سيلينويد 1 ماينس بي سيلينويد 2 تمام؟ ركز معايا بقى اللي جايه دي مهمه قوي بقى. لو عندي سيلينويد كده ركز معايا يا شباب الحته دي بعد اذنك. لو عندي سيلينويد كده
ووير هنا. حساباتي كلها تبقى عند الاكسس وعند السنتر. فده نزل من تحت كده صح؟ رايح يمين كده. فادي الفلكس. تعالى بقى للواير. الواير ده طالع كده صح؟ فعند السنتر عامل ازاي؟ في مشكله بقى دلوقتي. اه بالظبط. ده رايح كده والفلكس بتاعت الواير عامله كده. دول مع بعض ايه؟ اه فهنا بي توتال ايكوال سكوير روت بي واير باور 2 بلس بي سيلينويد باور 2. طب معلش اعمل واحده تاني. بص كده بعد اذنك. ده عامل كده وبقول لك ان في واير هنا ده واير. اول حاجه تعال نجيب السيلينويد. مش ده عامل كده؟ يبقى ده رايح هناك. ادي دي بي سيلينويد. تعال بقى للواير. الواير ده داخل كده صح؟ فهيبقى جاي كده. دول ايه بقى؟ عكس بعض. مع ان الواير بيربنديكولار على السيلينويد بس ماليش دعوه بالواير. ايوه بالظبط. فيبقى البي توتال هي بي واير ماينس بي سيلينويد. طبعا ابسولوت فاليو. حاضر. السيلينويد دي كده نازله من تحت صح؟ فده رايح كده. ده السيلينويد خلصناه. تعالى بقى للواير. الواير اكس. اكس ده يعني داخل كده صح؟ فايدي ده جت كده. فبقى ده رايح كده وده جاي كده. دول عكس بعض ولا مع بعض؟ يتعملوا ماينس. طب بص كده. عشان الحته دي بس هي اللي بتلخبط. اعمل واحده تاني في الحته دي. لو عندي ادي سيلينويد. تمام؟ وادي واير. تعال نشوف. ده نازل من تحت صح؟ رايح كده. الناس تقول لك ايوه بقى زي الواير. ايه دي بقى الازمه؟ لا انت بتقارن دي سيلينويد باي واير ازاي يعني؟ ده رايح كده صح؟ فتبقى الفلكس بتاعته فين؟ اكس. فكده بقى عندي حاجه داخله كده وحاجه رايحه كده. فدولت هيبقوا بي توتال هي سكوير روت بي واير باور 2 بلس بي سيلينويد باور 2. ما هو تاني ده نازل صح؟ رايح يمين اهو. ده بتاع السيلينويد. اعملي بقى بتاع الواير. الواير ده رايح كده صح؟ فايدي دخلت. فبقى عندي فلكس بتاعت الواير داخله كده بتاعت السيلينويد رايحه كده. فدول بيربنديكولار مع بعض. انا مش عارف اكتب فين الحقيقه مع اني عايز اكتب حاجه مهمه جدا. نعم. طب بص كده ثواني يا جدعان. طب استنى استنى ما تصوروش ثواني. بص كده يا شباب الشباب ركز معايا بس ثواني. الحته دي اصلا عليها 10 15 سؤال ورا بعض ويا عبيط. لو عندي كوين لو سمحت استريتشد تو بي سيلينويد. يعني عندي كويل فبعدت الترمس بعيد عن بعض بقى سيلينويد. وبقول لك انا عايز بي كويل على بي سيلينويد. يا جدعان ركز معايا بعد اذنك. هتبقى ميو ان كويل اي كويل على 2 ار صح؟ اوفر ميو ان اي والاثنين سيلينويد على لينس سيلينويد. بص كده ايه اللي طار مع بعض؟ اول حاجه انا لما ابعد الترمز بعيد عن بعض هل كده انا غيرت الان؟ يعني الان ايه؟ ايه فالان طار والميو طبعا ايه؟ طار. عاده بيقول لي ان هما سيم كارنت. فلو هما سيم كارنت الكارنت ايه؟ طار. ايه اللي اتبقى بقى؟ لينس سيلينويد على 2 ار كويل. ليه؟ تحت اللي تحت بيطلع فوق صح؟ يعني الخلاصه اللي عايز اقولها لما يبقى يعوز بي كويل على بي سيلينويد بيبقى قانون لينس لينس سيلينويد على 2 ار مين كويل. في حاله ان الاي ثابته. طب الاي مش ثابته؟ الايات دايركت هتحط اي كويل فوق واي سيلينويد تحت. تمام؟
طب ليه سؤال تاني؟ السؤال ده بقى خبيث وبرده جابه في الاربع سنين اللي فاتت. لو السولينويد اتقطع نصه الحته دي بقى مهمه قوي، بيحبها قوي 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 في الفاينل دي. يعني يا شباب ركز معايا بعد اذنك واحده واحده، ركز معايا بعد اذنك الحته دي مهمه. لو بقول لك ان في سولينويد اتقطع نصه وتوصل بنفس الكارنت، يعني الكارنت ثابت، ايه اللي يحصل للبي بتاعت السولينويد؟ واحد يقول لي بس ده كده الان اتقطعت نصها فيبقى البي قل نصه. هو معلش، هو لما الان تتقطع نصها الان مش هيتقطع نصها؟ فكده الان دي قلت النص يا فين اهي، الان دي قلت النص والان دي كمان ايه؟ يبقى البي دي ايه؟ هي بيلعب السؤال ده ازاي بقى؟ يقول لك كونستنت، الاجابه كونستنت عشان الان والان اتقطع. يقول لك ايه بقى في السؤال دوت؟ يقول لك عندي سولينويد اتقطع نصه وتوصل بسيم سورس. هل سيم سورس يعني سيم كارنت؟ يعني سيم فولتج. وهل سيم فولتج يعني سيم كارنت؟ نفس الواير. صح صح، ثواني ثواني، لنفس الواير. طب انا قطعت نص، يبقى الريزيستنس دخلت في الموضوع والاي زادت الدبل. صح، فخد بالك بقى، بقى عندك ان قلت النص والال قلت النص والاي زادت الدبل، دول طيروا مع بعض فتبقى الاي، فيبقى ساعتها البي ده رجعت مع الاي. حتى اللي بيلعب بيها كتير قوي، سيم سورس وسيم كارنت. سيم كارنت بتفضل ثابت خالص، سيم سورس. اكتب الجمله دي كده بالعربي، اكتب الجمله دي عندك، الجمله دي مهمه قوي. لو قال لي سولينويد اتقطع، اكتب بس معلش، سجل النقطه دي عندك في حاجه مهمه مش عارف اكتبها فين. ما تقضيش ما تقضيش قول يا باشا، اكتب اكتب ما تقضيش. انا خدت في العربي اوحش من الانجليش فمش عارف. طيب يا جدعان اكتب النقطه دي مهمه قوي. لو قال سولينويد اتقطع نصه، لو قال سولينويد اتقطع نص كتب. طب لو سمحت S O L E N O I D سول وبعدين E N I O D. طيب E N O I D E N O I D. طيب يا جدعان لو سمحت، لو قال لي في سولينويد اتقطع نصه وتوصل بسيم كارنت، وتوصل بسيم كارنت تمام، وتوصل بسيم كارنت تبقى البي ثابته. طب الجمله الثانيه بقى، لو قال سولينويد اتقطع نصه وتوصل بسيم سورس، تبقى البي انفرس. لو قال سولينويد اتقطع نصه وتوصل بسيم سورس، تبقى البي انفرس مع القطع. وهفهمك ازاي مع القطع، هفهمك ازاي حالا. البي انفرس مع القطع يعني ايه؟ البي انفرس مع القطع مش هو اتقطع نصه البي هتبقى دبل. طب لو اتقطع ثلاث ارباعه يبقى البي في فوق اوفر 3 يعني البي ايه؟ ده دايركت مع الكارنت، يعني البي انفرسلي بروبورشنال مع القطع. تاني طب سيبني من الاول اقول لي حاضر. طيب لو سولينويد اتقطع نصه وتوصل بسيم كارنت البي ثابته، لو سولينويد اتقطع نصه وتوصل بسيم سورس يبقى البي انفرس مع القطع. هقول لك بص كده بعد اذنك يا جدعان، انا هكتب هنا بس همسح تاني، ركز معايا بعد اذنك عشان افهمك ازاي.
انا كان عندي ان 1 بان سي ان انا لا لا سي ان انا قطعت 3 ارباع السيلينويد فيبقى ان 2 بكام؟ انا بس هقول لك على حاجه الجمله اللي انت كتبتها دي المفروض ان انت فهمتها بس غلط تاني واحده فيها تعديل بسيط بس انا حبيت اقول لك ثواني بس كده عشان ما تتلخبطش اللخبطه دي في الامتحان ان 1 بان صح ان 2 لو قطعت 3 ارباعه يبقى ربع ان صح طب ما لمس السيلينويد ال لمس السيلينويد نوت ايه حلو طب ما هنا لمس الواير ال طب هنا لمس الواير ربع ال ما انا قطعت الواير قطعت السيلينويد يعني الاثنين بيتقفوا زي بعض طيب هنا الار كانت بار هنا الار هتبقى ربع ار ليه عشان زي اللمس طب هنا لو كانت اي تبقى هنا بقى كام؟ 4 اي ليه؟ عكس صح ولا مش صح؟ خد بالك بقى خد بالك فيبقى الميو البي الجديده ميو ربع ان في 4 اي على ربع ال صح؟ الربع راح مع ربع اتبقى مين بقى؟ فيبقى البي زادت 4 مرات صح؟ الجملة اللي عندك غلط ليه بقى؟ البي انفرس مع اللي اتبقى من القطر مش مع القطر ليه؟ ما هو القطر ده راح انا عايز اللي اتبقى عدل بقى الجملة اللي عندك البي انفرس مع اللي اتبقى من القطر يعني لو اتقطع 3 ارباع يبقى متبقي كام؟ يبقى البي ب 4 فاهم؟ تاني هنا اهوت انا بقول لك ان 3 ارباع اتقطع فالان الاولانيه كانت بان الان الثانيه بربع ان لمس الاولانيه كان بان الان الثانيه بربع ان تمام لمس الواير كان بان ما هو اتقطع كمان بقى ربع ان طب ما الريزيستنس زي اللينس فبقت ربع ار الاي بقى عكسهم فبقت 4 اي فبقت البي الجديده هي ميو ربع ان 4 اي على ربع ان ربع تجمع ربع بقى الاربعه صح كده البي ما بقتش 4 على 3 زي ما انت ما كاتب بقت 4 ليه بقت 4 انفكس مع اللي اتبقى مش اتقطع 3 ارباع يبقى متبقي كام يبقى البي ب 4 تمام طب معلش لو قطعت 1 اوفر 5 يبقى متبقى 4 لا لو قطعت 1 اوفر 5 يبقى متبقى 4 على 5 فيبقى البي الجديده هتبقى 5 على 4 الحته دي مهمه قوي بيلعب بيها في الفاينل كتير قوي قوي تمام لو قال سيم كارنت هي ايه يا عيب اللي فوق لا اللي فوق صح سيم كارنت صح لا احنا قايلين لو قطع نصه وتوصل سيم كارنت لو قطع مثلا هي ايه هي ايه مش فاهم السيم كارنت البص في الاخر البي طلع دايركتري مع الاي ما جابش الاي فاهمني طيب ها حاضر اني واحده تاني ولا اقول ايه اه طيب يا جدعان الجمله الثانيه كده تعديلها هيبقى ايه هيبقى البي لو انا قطعت نص الكويل تمام ليه النص ما بينتش عشان اللي اتبقى زي ما اتقطع عشان كده النص ما بينتش طيب لو انا عندي سيلينويد قطعت نصه ووصلته بسيم سورس تبقى البي انفرس مع اللي اتبقى من القطر ليه هنا هو الثلاث ارباع صح البي ما بقتش 4 على 3 بقت 4 جت منين ال 4 هو مش متبقي ربع ايه اللي بي بقى فانفرس مع اللي اتبقى من القطر طيب يا جدعان كده لسه التو كله خلص تمام عايزين نحل بقى الواجب لسه ما خدها طيب اديني معاصر ايوه دي في الاخر كده طب يا شباب بعد اذنك لو سمحت الصوت هنحل ايه بقى افتح بيج 126 يلا
فتحت بقيت جي بي اس. طب لو سمحت انا مش هقول الارقام مرتين. بقيت جي بي اس 26 هنحل ايه؟ هنحل 1. هنحل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 الاول والجديده بس لحد 10 كله لحد 10 13 و 15 و 16 17 دي هجيبها في الامتحان الكبير ثلاث مرات باثنين تسجل في الفيديو عشان لما تغلط فيهم ابعتها للبيرنتس على طول. طيب سبعتاشر مش معانا تخليها في البيت ان شاء الله. طيب يا جدعان لو سمحت 22 23 24 25 واقول لك اعمل 21 كمان مش خساره 26 27 28 سؤال 29 ده سؤال لعين مش هنحلها. 30 لا لا في البيت ان شاء الله 30 31 عشان تفكر احكي لك الفكره هنا 31 اه 33 32 سهل 30 بقى سلينويد. طيب 37 38 39 40 41 42 43 اه 46 لا 46 47 46 47 48 50 51 خلاص الصفحه مش لسه محلينا 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 كفاية عشان تيجي المرة الجاية ما تحلش الرقم التاني ماشي.